شايف زان مرواحهم بالسلام لمر شيخ على الكل نايف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نتواصل معكم في صباح هذا اليوم وفي جديد المنافسة والإثارة ضمن سباقنا المحل السابع على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن في منافسات في صباح هذا اليوم مع سن الإذاع وانطلاقات 6 كيلومترات. نتابع شوطنا الثامن الذي يسير بتحديات جديدة وإثارة مميزة مع فئة القعدان ومع سن الإذاع. نبدأ مع المركز الأول وصدارة الشوط الباز، أول الأسماء المتقدمة بشعار راشد بن عبد الله آلف هيدة، من يقدم لنا الباز على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول والصدارة الأولى. ننتقل إلى المركز الثاني مع ثاني المراكز. مشاهدين الأعزاء نتابع في هذه اللحظات تقدم من الشقب اللي خذ المركز الثاني في هذه اللحظة، وبشعار جبر بن عبد الله الهاجري من يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات، وهذا هو صوغان راشد بن حمد الغفران المري ينطلق مع ثاني المراكز. وفي المركز الثالث مشاهدين الاعزاء نتابع التواجد مشاهدين الكرام في هذه اللحظات والوصول أتابع ثالث المراكز مشاهدين الكرام. وصول وتقدم في هذه اللحظات من شيتا جار الله بن مبارك بن سالمين المري يتقدم على المركز الثالث. وفي رابع المراكز المركز الرابع هياض بشعار حمد بن سعيد الجربوع المري، وفي المركز الخامس خامس المراكز تابع التقدم في هذه اللحظات والوصول من عماش بشعار بندر بن عبد الله بن ظافر الهاجري يتقدم مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء المتقدمة في أول إذاعة على مسار هذا الشوط، ولكن لازلنا مع أول أمتار 6 كيلومترات في تحديات جميلة هنا مع سن الإذاعة والشعارات يا أبناء القبائل. يا سلام منافسات السباق المحلي السابع، عودة إلى المقدمة الصدارة والبداية الأولى مقدمة الشوط. هذا هو الباز بشعاره الجميل المنطلق بالمركز الأول والصدارة، راشد بن عبد الله الحسن الفيدة ينطلق مع البداية الأولى من خلال تقدم الباز على المركز الأول والصدارة بشعاره الفسفور الجميل منطلق مع البداية الأولى، بينما في المركز الثاني ثاني المراكز هياض بشعار حمد بن سعيد الجربوع المري من يتقدم على المركز الثاني من خلال تقدم هياض. وفي ثالث المراكز من الجانب اليمين نشاهد التقدم مشاهدين الأعزاء من شيتا على المركز الثالث جار الله بن مبارك بن سالم المري من يتقدم في مستوى المركز الثالث من خلال تقدم شيتا. وفي رابع المراكز الشقب جبر بن عبد الله المخضب الهاجري يتقدم في المركز الرابع من خلال هذه الانطلاقة مع هذا الشوط. وفي المركز الخامس خامس المراكز شوف الاسم الواصل في هذه اللحظات واللي بدأ يتقدم في هذه اللحظة الوصول من منصور مع خامس المراكز جابر بن محمد بن ناصر بن لخن يصل في هذه اللحظات مع شعاره على المركز الخامس من خلال تقدم منصور. ولكن شوف الاسم اللي وصل في هذه اللحظة، وصل نزاع عبد الله بن سعيد بن مبارك بن نورة بدأ يقدم لنا شعاره مع المركز الخامس. هذه النتيجة ما شاء الله وصلت الأسماء، شوط مليء بالأعداد والإثارة والمنافسة هنا في هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة مع هذا الشوط. لكن وين البداية؟ التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط هياض 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 غير الأمور في هذه اللحظة. حمد بن سعيد بن محمد الجربوع المري بدأ يقدم لنا هياض، بدأ يقدم هياض على المركز الأول في تحديات هذا الشوط مع الصدارة مع البداية، يبحث عن الناموس رعي هياض في هذا المسار الجميل من خلال هذه الانطلاقة الجميلة. وفي المركز الثاني من تراجع الباز مع
ثاني المراكز راشد بن عبد الله، الحسن الفهيدة يتقدم على المركز الثاني، وفي ثالث المراكز شيتا 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 يقدم لنا تحديات هذا المسار. جار الله بن مبارك بن سالم بن سالمين المري يقدم لنا شيتا، يقدم شيتا في المركز الثالث. وفي رابع المراكز يا سلام يا نزاع اللي بدأ يقترب في هذه اللحظات بشعار عبد الله بن سعيد بن نورة، يصل في هذه اللحظة بدأ يقدم لنا نزاع عليها الرقم واحد ويبغى الرقم واحد. نزاع يتقدم على مستوى المركز الرابع، خطير هذا الاسم، يبغي له مراقبة عند موتر في مهرجان الأمير الوالد. يا سلام، هذا هو نزاع مشاهدين الأعزاء يتقدم في هذه اللحظات. ركز يا طلال مع انطلاقة نزاع على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، شوف الوصول والتقدم من عفرين القادم في هذه اللحظة بشعار علي بن محمد بن سعيد النابت المري، بدأ يتقدم في المركز الخامس. يا السلام على هذه الإثارة وهذه النوعيات وهذه الشعارات الحاضرة في هذا الشوط بتحديات كبيرة، إثارة. وهناك سيل جارف بدأ يقترب في هذه اللحظات، أعداد بدأت بالتدافع نتابعها من خلال قناة الريان الفضائية على الكادر السفلي في هذه المنافسة الجميلة في تحديات هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، وين بيروح الناموس؟ وين بيروح الانتصار مع هذه الانطلاقة؟ لكن العودة إلى الصدارة والبداية. يا سلام يا نزاع، يبغي موقعه الصحيح عبد الله بن سعيد بن مبارك بن نورة، يتقدم مع المركز الأول من خلال تقدم نزاع. ولكن هناك هياض حاضر حاضر في صباح هذا اليوم بشعار حمد بن سعيد الجربوع المري، يقدم لنا هياض على المركز الأول، يغير في هذه اللحظات. وفي ثالث المراكز التقدم من عفرين علي بن محمد بن سعيد النابت المري، وفي رابع المراكز أتابع التواجد من شيتا جار الله بن مبارك بن سالم بن سالمين المركز الخامس. خامس المراكز وصول من شاهين لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد، وصول من هذا الاسم مشاهدين الأعزاء، وخطير هذا الاسم القادم في هذه اللحظة. وين الموقع؟ غادرنا لوحة الكيلو متر الأخير. لكن العودة إلى الصدارة، إلى البداية والمقدمة على هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا هياض، طار طار بناموس هذا الشوط، انطلق مع المركز الأول، انطلق مع الصدارة. حمد بن سعيد بن محمد الجربوع المري ينطلق بالمركز الأول، يغادر الأسماء، يقدم العرض الكبير. الله، بدأت الأوامر. ولكن شوف الهجوم، شوف الهجوم من عفرين علي بن محمد بن سعيد النابل المري، بدأ يهاجم في هذه اللحظة، بدأت السرعة والإثارة. شوف الانطلاق، شوف التحدي، شوف الإثارة. ولكن راعي هياض حاضر حاضر بقوة في هذا الشوط. يا سلام، ولع ولع مع الأمتار الأخيرة. هياض انطلق بالناموس، انطلق بالانتصار. سلام يا هياض سلام، تابع هذا العرض الجميل وهذا المشهد المميز. إذن مشاهدين الأعزاء، انطلق بالتحديات، انطلق بالإثارة، انطلق بالفوز والانتصار. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن محمد الجربوع المري الذي قدم هياض في هذا الشوط بينما ثاني المراكز. الوصول من عفرين علي بن محمد بن سعيد النابت المري، والمركز الثالث كان الوصول من شاهين فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، والمركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من مبلش جابر بن راشد بن مسعود. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، لحظة الإعادة لملخص شوطنا الماضي، وهذا هو صاحب الخنجر في مهرجان الأمير الوالد. ما شاء الله في شوط الإنتاج، الله، نجم يحضر في صباح هذا اليوم. مشكور يا بن مهيرة اللي قدم لنا هياض في صباح هذا اليوم بأجمل صورة، وأكد حضوره في سباقنا المحلي السابع ليؤكد هذا التواجد الجميل مع مسيرة إنجازاته. 9 دقائق 14 ثانية، 4 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد الجربوع المري. شكرا يا بن مهيرة، والتهنئة لسالم أيضا بن حمد على هذا الفوز والانتصار بينما ثاني المراكز عفرين. توقيت 9 دقائق 16 ثانية، 8 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن سعيد النابت المري على هذا الفوز والانتصار بينما ثالث المراكز. المركز الثالث هذا الوصول من شاهين، وتوقيت 9 دقائق 20 ثانية، 98 جزءا من الثواني. تهانينا لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري.